بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني ويشرفني باسم منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لسيادتكم على رعايتكم الكريمة لهذا الحدث الهام في الصناعة النفطية. إن تشريف سيادتكم لنا اليوم إن دل على شيء إنما يدل على الاهتمام البالغ لسيادتكم بصناعة الطاقة بشكل عام وصناعة النفط والغاز بشكل أخص، وعلى دور مصر الريادي في أسواق الطاقة. اسمح لي فخامة الرئيس أن أكمل الكلمة باللغة الإنجليزية. Your Excellency President السيسي، Your Excellency Minister طارق الملا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوزير طارق الملا، إنه لمن دواعي سرور هذه الفعالية هنا في مصر لأول مرة كأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحضور هذه الفعالية. البارحة السيد الوزير الملا كان معنا في القاهرة في المعادي، وكنا نعقد اتفاقية مع أوبك ليتم تنفيذها بحلول 2059، وتمثل تكملة لما ناقشناه في بغداد. ومنذ ذلك الوقت عملت الدولتان بتعاون وثيق، وكنا ندعم هذا الاتفاق من خلال مجموعة الـ20 من أجل استدامة الطاقة والنفط العالمية. باستقرار أسعار أسواق الطاقة وكذلك خفض الانبعاثات الكربونية. إن توقعاتنا الأخيرة تظهر أن الطلب على البترول تصاعد بشكل كبير في أعقاب الجائحة، حيث وصل إلى 202 مليون برميل في اليوم، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليون برميل بحلول 2045. إلا أن صناعة البترول عانت من نقص في الاستثمارات، وحتى نضع هذه الصناعة في محلها فإننا كأوبك نتوقع أن هناك حوالي 12 تريليون دولار أمريكي ستكون مطلوبة من الآن حتى عام 2024، وهذا يعني 5 مليار دولار في كل عام. وإنه من الهام أن نتذكر أن الاستثمارات في أمن الطاقة هي ممكن أساسي للنشاط الاقتصادي، وكذلك عنصر هام للحصول على الطاقة وحجر زاوية من أجل الاستقرار في أسواق الطاقة. أخذا في الاعتبار حجم احتياجات الطاقة، فإنه من الحتمي أن كل الأطراف الموجودة في العالم ويجب أن تتوقف لبرهة ولتنظر إلى الصورة الكبيرة، ونعمل من أجل أن يكون هناك انتقال في مجال الطاقة بشكل منظم وشامل ويساعد على توافر أمن الطاقة للجميع. إن قيادة مصر لمؤتمر المناخ 27 وفر فرصة لأن يكون هناك عملية عادلة. من شرم الشيخ استطعنا أن ننقل رسالتنا، والتي تقول أنه ليس هناك حلاً واحداً مناسب للجميع بالنسبة لتحديات المناخ. إن كوب 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة عضو الأوبك يوفر فرصة جديدة لكي يكون هناك توافق شامل حول تغير المناخ. وفي الختام أود أن أعبر عن عميق امتناني لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك سيادة الوزير الملا، وكل من يعمل في معرض إيجيبت بتروليوم لمشاركتهم وجهات النظر، وأن يكون لدينا حوارا موسعا حول وضع الطاقة. شكرا.